يعيش السعوديون عاماً مختلفاً جداً عن ما سبقه، فعاليات فنية وموسيقية تزدحم بها مدن البلاد الرئيسية. وفي 6 ديسمبر المقبل ستحيي النجمة اللبنانية هبة طواجي ليل الرياض بسهرة غنائية مخصصة للنساء، وهي المرة الأولى التي تعتلي فيها فنانة لبنانية مسرحاً غنائياً في السعودية. هبة طواجي حققت انتشاراً كبيراً لدى الجيل السعودي الشاب الذي وجد في صوتها ربطا بين التراث اللبناني والموسيقى الحديثة. ومنذ الإعلان عن حفلة تصدر اسمها مواقع التواصل ومحرك البحث جوجل. يا صفير السهر الجاي تبشر بشتية الشريف، شو هو أسامي ببالي حدا يذكرني أمين، الدنيا حلقة وعم تدوب والقمر بالسما يدوب، انت حولي وأنا حولك في شي جاذبنا وبندور. الصيف انتهى ما قلتلك شي بيزعل، ليش زعلان العشاق بتبقى خبيت على الموجة والشتات، فما عملتلي صوت الجرس مدري بأي اوديه، حل حزين ابحروا صاروا سفير. الجمهور السعودي استعد لحضور الفنانة هبة طواجي، ولنتعرف على استعدادها وتوقعاتها للحفل ننتقل إلى باريس، حيث تنضم إلينا من هناك الفنانة اللبنانية هبة طواجي. أهلا فيك معنا يا هبة، في توقعات كثيرة لهذه الحفلة والحديث عنها مستمر على مواقع التواصل منذ الإعلان عنها، سمعنا أنها استعراضية غنائية، إذا تحكي لنا تفاصيل. شكرا، اهلا فيك وبالجميع. انا اكيد سعيده جدا انه اكون لاول مره بحفله غنائيه بالسعوديه وتحديدا بالرياض، وانه اكون مشاركه بهالتطور الثقافي وكون من اول الاشخاص اللي عم بيساهموا بهذا التطور الثقافي، وخاصه باعطاء الامراه السعوديه والعربيه ككل حقها. اكيد جميل. هبة، حيكون في استعراضات في الحفل، قديش حتكون مدته؟ هل في أعمال مخصصة أيضا لهذا الحفل؟ يعني هو الحفل رح يكون حفل غنائي. هلا اكيد انا دائما بيكون في تفاعل مع الجمهور وبيكون في جو من الفرح والرقص احيانا، ولكن هو حيكون حفل غنائي تحديدا. اما الاغاني رح تكون متنوعه من ريبرتواري الغنائي من اول ما بلشت لحديد هلا، من كل الالبومات الغنائيه وحتى من المسرحيات الغنائيه اللي شاركت فيها يلي كمان وصلت للناس، ورح يكون في كمان بعض الأغاني باللغة الإنجليزية اللي حغنيها كمان للجمهور. جميل. هبة، هذه حتكون أول زيارة لك للسعودية ولا سبق وزرتيها؟ لا، رح تكون أول زيارة لإلي وأنا سعيدة جدا بهالزيارة. جميل جدا. هبة، يعني نقدر نسمع منك أي شيء بسيط مثلا من اللي حتغني في الحفل؟ يعني اكيد فضل انه الجمهور يستمع مباشره لهذا الشيء بالحفل. هلا حاليا ماني كثير حاضره لهالشيء، يعني خاصه انه نحن ان كونكشن يعني، بس بوعدهم باغاني كثير بيعرفوها وبيحبوها مثل لبداية ولنهايه ويا حبيبي، وحتى اغنيه مين اللي بيختار اللي بتحمل كثير من الرسائل اللي بتحكي فيها عن الامراه بكل معنى الكلمه، اغنيه وصلت كمان كثير لجمهور السعودي والامرأة السعودية، وكتير ترددت كمان لأنه الشعر تبعها بيحمل رسالة، ونحن دايما أغاني اللي بنقدمها فيها رسالة، إن كان رسالة للامرأة أو حتى رسالة لحتى رسالات إنسانية أو وطنية، وفن رائع بكل معنى الكلمة، وهذا نحن اللي بنطمح له إنه دايما يكون الفن رائع، ودايما الرسائل اللي بنقدمها هي رسائل راقية جدا. طيب
بما انك يعني انت ذكرتي انك حتغني كمان باكثر من لغه او حتغني بغير اللغه العربيه، بشكل عام انت الان بنيتي لنفسك نجوميه بعد مشاركتك في ذا فويس وفي مسرحيه مثلا في فرنسا، اصبح لك يعني قاعده جماهيريه خلينا نقول في اوروبا. هل صعب انه انت مثلا تركزي على هذه الشريحه، ومعناه هذا الشيء يكون انك راح تهملي الشريحه العربيه، ولا فيك تجمعي بين الاثنين؟ ابدا انا ما بهمل ابدا الشريحه والجمهور العربي اللي من اول نهار كان داعم لإلي ولحديد هلا هو موجود حدي. بالعكس يعني انا اللي عم بعمله هو انه عم جرب وفق بين الاثنين. طيب يبدو انه في مشكله لدينا الان في الصوره، لكن رجعت الصوره. اهلا ثانيه يا هبه، نورتينا، خفنا يعني انك تكوني تختفي عن انظارنا. شكرا. تفضلي. لا بعتذر، هذا اكيد عطل تقني، لكن كنت عم بقول انه انا البرهان انه عم بقدر وفق بين الاثنين، واني ما عم بهمل الشريحه العربيه والجمهور العربي اللي دعمني من اول نهار وبعده حدي، هو انه هيدي السنه وتزامنا مع الجوله الفرنسيه والعالميه لمسرحيه احدب نوتردام اللي انا مشاركه فيها، اصدرت البوم غنائي بعنوان هبه توجي 30 للجمهور العربي باللغه العربيه من انتاج اسامه الرحباني، وفيه 30 اغنيه. صحيح. يعني اخذ كثير من الشغل، وكنت بكثير حفلات ومهرجانات بلبنان وبالمنطقة العربية كمان. وهذا الشيء مكمل، وكمان بالحفلة بالسعودية، فأكيد أنا لا مش حأهمل هيدا الشيء اللي حضلني عم بشتغل عليه. وبعتقد أنه هالانتشار العالمي لإلي بالعكس بغذي انتشاري بالعالم العربي، والعكس صحيح. نعم هبة، انت ذكرتي هذا الالبوم اللي فيه 30 اغنيه، صحيح في وقت يعني انت انتجتي هذا او اطلقتي هذا الالبوم في وقت اللي صاروا كثير من الفنانين والنجوم الان بيعتمدوا على اغنيه سنجل، صاروا بيخافوا انه ينزلوا مثلا الالبوم العادي اللي فيه اللي خلينا نقول من 6 ل 12 اغنيه كما في السابق. إيش اللي دفعك لهذا العدد الكبير؟ وهل شعرتي أنه في أغاني انظلمت بسبب هذا الشيء؟ يعني أكيد بدنا نحكي هون كمان عن دور المؤلف والموسيقي أسامة الرحباني اللي هو أنتج الألبوم مؤلفه بالأكمل واشتغل عليه، وأكيد أنا أديت كل الأغاني وحطيت من نفسي كتير كمان، ولشعر الكبير الأستاذ منصور الرحباني وكمان الأستاذ غادي الرحباني، يعني كلنا اشتغلنا إيد واحدة لحتى يطلع هذا الألبوم. مزبوط أنه بوقت اللي كل العالم بتركز على السنجل نحن بعدنا منفكر بالألبومات، وألبوم هالقد دسم وكبير، ولكن نحن ما منفكر انه لبكره او بس لبعد بكره، منفكر دائما لاستمراريه طويله، وهيدا من الالبومات يلي نحن منفكر انه رح يستمر سنين وسنين ورح يضل بالارشيف. وحتى لو اخذ وقته تيوصل للناس لانه في كثير اغاني. نعم. يعني ولا مره كان الكرم الفني هيدا شيء غلط، بالعكس هيدا مثل هديه لكل الناس اللي بتحب تسمعنا وبتحب تتعرف علينا اكثر. هبه، بما انك ذكرتي يعني اسامه الرحباني اكثر من مرة طبعا بنوجه له التحية، هل حيروح معك الرياض ليشرف على الحفلة؟ شكرا، أكيد رح يكون معنا موجود أسامة، ورح يكون أكيد عم يشرف على الحفل. جميل جدا، نحن بتمنى لك التوفيق. طبعا الحفل يوم 6 ديسمبر في الرياض. كانت معنا من باريس الفنانة اللبنانية هبة توجي، شكرا لك.